Lên, 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 lên. Thằng đấy. Yeah.
عليه وسلم مرحبا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كثر وآله والصحابة من سنى شع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفتحة وآيات الكرسي والثلاثة من ذو الله وحاله ومعوذة إلى رحمن التمناها هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه على الله من عنده وما خلقه على بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس السلام افضل ما قلت انا ونبينا من قبل. لا اله الا الله لا الله لا إله إلا الله.
الله لا إله إلا 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 الله لا
سيد الوالد حبيبنا منذر الوالد مزواتهم إلى روح الحيل مشهور بن حمد بن عبدهم إلى روح مشهور ثم إلى روح الحيل أحمد بن الحداد ثم إلى روح علي بن عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفرهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعين درجاتهم الجنة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا يسعى وجلالا بين إيديهم واجعلنا حجاب الله من النار وسكرناه من النار وسكرناه من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم واسم مدخلهم كريم نزولهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم انزل في قبورهم الروح وريحهم وفسحة الأمن وفسحة الرجال إنك كريم منا اللهم اغفر التوسع من ذنوبنا ورحمك ارجعنا من عملنا ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثه يا غوثه يا غوثه نتوسل صاحب المقام شيخنا مربي ارواحنا حبيبنا منذر بفؤاد المساواة انت بعدك انت انت مسيح مسيح صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة نسيم حبت علينا من حمى المصطفى نسيم حبت علينا من حمى المصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشامها يصلح الظاهر لنا والخفا يبا خدما للنبي في كل حال اقتفى يبا خدما للنبي في كل حال اقتفى على قدم صدق ما أهل الهمم والوفاء هم الرجال الأكابر هم هم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النجا والصفا يا حديث جعف حالي بالنبي قد صفا يا حديث جعف حالي بالنبي قد صفا إذا بدات عيني جود الله عنا عفا حسبي كفى منه المواهب ومنه العافية والشفاء يا واسع الجود ربي خير عافي عفا أمن علينا
برفقه عبدك المصطفى اسلك بنا جمال لهديه اقتفى نصبات بديوان وراس النبي الخلفاء بجاه احمد حبيب الله كان ذي الوفاء بجاه احمد حبيب الله كان ذي الوفاء عليه صلى الهي ما الحياة وكفى والآل وصحبي ما برق سما رفرفا نسيم حبت علينا من حمال مصطفى آمين آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المرحومة تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تيعا فينا ولا معنا ولا منا شديا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.